بملكة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي هذه الانطلاقات شوطنا الاول للزمول محليات الاصايل ويعتبر شوطنا الثالث من عاصمه الميادين من ميدان الوثبه لسباقات الهجنه العربيه الاصيله بشعارات اصحاب السمو والشيوخ المنطلقه بهذا الصباح مباشره على البدايه الاولى على الصداره على المقدمه في هذه اللحظات وفي هذا المسار ياهي اندفاعات ياهي اسماء ياهي شعارات هنا قد انطلقت باحثة عن الناموس باحثة عن نقطة ذهبية جميلة مميزة دائما تليق بهذه الأسماء وبهذه الشعارات الجميلة هناك أيضا الصدارة مباشرة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان يتقدم الزعيم العيناوي محفوظ بن خميس علي نيبي في عملية التدريب والتضمير والعناوي المستمرة على المركز الثاني وصول وتقدم المشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وصل أبو خليفة جمعة بن عتيق الرميثي يتقدم المحترف مرافقا لانطلاقة مشغل بينما المركز الثالث وصول وتقدم من شاهين لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون على مهيري على المركز الثالث نقلتنا إلى المركز الرابع مشاهدينا متابعين الكرام وصول من هملول لهجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل علو هيبي بينما المركز الخامس أيضا هملول لهجن الرئاسة اللي يقوده علي بن ميل الوهيبي ظافر المضمرين بوسعيد من يتابع انطلاقة هملول وهملول على المركز الرابع والمركز الخامس الدور دور المركز السادس في هذه اللحظات وفي هذا المسار هذا هو غازي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي بينما المركز السابع وصل شاهين لهجن الرئاسة تقدم أيضا محمد بن عتيق بن زيتون علم هيري مرافقا متابعا لهذا الشعار ولهذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرئاسة تابع المركز الثامن التابع مشوش نعم بالفعل لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابع هذا الانطلاق المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام وصل شاهين لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون عالم هيري هكذا النتيجة هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى أعود إلى البداية الأولى لنا عودة مع الزعيم على صدارة هذا الشوط يا سلام وشوطنا الأول للزمول محليات الأصايل سن الكبار بنوك الإنتاج على البداية على الصدارة هذا هو الزعيم اسم على مسمى متزعما قيادة جميلة على البداية الأولى لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان يتقدم الزعيم العيناوي محفوظ بن خميس الينيبي زعيما يقود زعيم على الصدارة على البداية المركز الثاني المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام وصول وتقدم من مشغل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي من يتولى في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة تابع المركز الثالث أتابع هذا الحضور أتابع انطلاقة شاهين لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الثالث بينما المركز الرابع الله يا سلام هذا هو هملول لهجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل علو هيبي اللي خذ المركز الرابع بينما الدور المركز الخامس هملول لهجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل علو هيبي والمركز السادس شاهين لهجن الرئاسة هناك محمد بن عتيق بن زيتون علم هيري من يتولاه في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة Yeah.
بينما اللي قادم غازي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي وصل المحترف هنا في هذه اللحظات. وهناك شاهين قادم يتسلل من مركز تلو مركز لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون علم هيري. وصل المجازف تقدم مع انطلاقة شاهين بينما هناك مشوش لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتابع انطلاقة مشوش بينما هناك اللي قادم الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس هلينيبي. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا النتيجة لهذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو الشيوخ المنطلقة في عاصمة الميادين، المنطلقة في ميدان الوثبة هنا في هذا الصباح. ولكن البداية وين؟ البداية وين الصدارة؟ هناك أيضا مشغل على المقدمة، مشغل على الصدارة مع المركز الأول في هذا اللحظات. ياه اندفاع، ياه اندفاعات، ياه أسماء، ياه سلالات غنية دائما عن التعريف هنا بانطلاقة بنوك المستقبل وبنوك الانتاج على مقدمة هذا الشوط. هذا هو مشغل على الصدارة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي. يتقدم المحترف ولكن المجازف والظافر قادمين هنا بالشعار الحمر بشعار هجن الرئاسة هملول على المركز الثاني لهجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي. هنا وصل الظافر بينما شاهين على المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، بدأ يتسلل على المركز الثاني هنا في هذا المساء لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون علم هيري الغني دائما عن التعريف على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الرابع وصل شاهين لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون علم هيري. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت السرعة تزداد في هذه اللحظات والمسار المستقيم نحو خط النهاية. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير راح مشغل على المقدمة، مشغل على الصدارة هنا. الله يا سلام، سلالة غنية عن التعريف بانطلاقة مشغل وتحدياته المثيرة، انطلاقة هملولية هنا وسلالة هملولية على الصدارة على المقدمة. شاهين على المركز الثاني لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هنا في هذه اللحظات على المركز الثاني. أتابع على المركز الثالث هملول لهجن الرئاسة وصل الظافر علي بن ميل الوهيبي. ولكن مشغل وشاهين وهملول، شاهين ومشغل على البداية الأولى، مشغل على الصدارة، صامد صمود الجبال على صدارة هذا الشوط. شاهين بدأ يتسلل لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على الصدارة على مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة للمتابعين والعاشقين والمسايرين دائما للشعار الحمر لهذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرئاسة. والتهنية للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، تهانينا والناموس على فوز شاهين لحظات الوصول والعبور الى خط النهاية. تهانينا والناموس. المركز الثاني هملول لهجن الرئاسة، المركز الثالث مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والمركز الرابع شاهين لهجن الرئاسة، والمركز الخامس وصل غازي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. هكذا نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنية للمضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون علم هيري على تقديم شاهين في هذا الشوط. لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية قاطع 6 كيلومترات في زمن وقدره 9:36 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنية للمجازف على فوز شاهين. بينما المركز الثاني وصل هملول لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي على المركز الثاني. مشاهدينا ومتابعينا الكرام 9:37 4 أجزاء من الثانية، والمركز الثالث هذا هو مشغل
لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المركز الثالث وتوقيت الزمن 9:38 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لكل الفائزين.